حضرتنا النظام هيك شوي شوي نمشي بالشارع هنستوي. اليوم البارت الثاني من شابتر 10 وصلنا لعند سكشن 10.5 اللي هو Free Radical Reactions. هلا احنا حكينا انه تفاعلات الكومبوزايت رياكشن فيها انواع كثير، من ضمنها اللي هي consecutive اللي هي بتكون فيها تتابع، يعني مادة بتنتج بتدخل في تفاعل ثاني، مادة بتطلع بتدخل في تفاعل ثاني. فواحد من هاي التفاعلات اللي بينطبق عليها هذا المبدأ اللي هو consecutive reaction اللي هو free radical reaction، يعني التفاعلات اللي بتتضمن free radical. حكينا عن free radical المرة الماضية إنه هو عبارة عن atoms molecule، ممكن يكون ion بيكون high energetic له طاقة عالية وستبلته له تساوي صفر تقريبا، فبسرعة إنه بتفاعل. ففري راديكال رياكشن نيجي نعرفهم شو هم الفري راديكال رياكشن. هم عبارة عن reactions frequently occur by a series of reactions in which free radicals play a part، يعني هم عبارة عن تفاعلات بيمشوا بسلسلة ورا بعض، ومن ضمنهم ما بيدخل بهاي السلسلة اللي هي السبيشيز اللي احنا بنحكي عنها اللي هي الفري راديكال. هذا شو تعريفنا للفري راديكال نفسه؟ هو عبارة عن an atom أو molecule أو ion ممكن يكون that has an unpaired valence electron، بيحتوي على إلكترون في مدار الأخير، يعني هيك unpaired يعني إلكترون غير مرتبط، يعني الإلكترونات المنفردة إحنا بنحكي عنها. فهاي الفري راديكال تمتلك إلكترون منفرد. are very reactive species، نشاط إلهم كثير عالي. Radicals combine with one another with very low or zero activation energies. Radicals لما بتفاعلوا هم مع بعض أو بتفاعلوا مع مواد ثانية ما مش بحاجة أنا لطاقة تنشيط مشان إنه أنا أحفز هذا التفاعل أو أخليه يمشي. التفاعل بيمشي بشكل spontaneous وطاقة التنشيط على الأغلب له تساوي zero. هلا the important distinction between the free radical and ion. هلا شو الفرق ما بين ال free radical وما بين ال ion نفسه؟ ناخذ مثال مشان انه انا اوضح شو الفرق ما بين الفري راديكال وما بين الايون. هلا الاكزامبل اللي بدنا ناخذه اللي هو المي. المي تتكون من رابطتين اللي هم اكسجين مع هيدروجين. هلا اذا اجينا رحنا عملنا كليفج لهي الرابطه اللي هي الاو اتش بشكل هوموجينوس، يعني بشكل متكافئ، هون رح ينتج عندنا اللي هو هيدروكسيل راديكال وهيدروجين اتوم بكون فيها راديكال، يعني انه انا قسمتها بشكل متجانس، يعني خليت الكترون يروح للهيدروجين والالكترون يروح لوين؟ للاو اتش جروب. هلا الاكسجين هيدروجين باند ان ذا ووتر مولكيول مي بي سبليت هوموليتيكلي، يعني ممكن انا افصله بشكل متجانس. That is one of the electron goes with one fragment and the other with the other. فالالكترونات اللي بشكلوا الرابطة اللي هم الكترونين، واحد بيروح للجزء والثاني بيروح للجزء الثاني، زي ما احنا شايفين هون الكترون اجى على الاكسجين اللي بالاو اتش والكترون اجى على الهيدروجين اللي هون. هلا هذول بيكونوا تو الكتريكالي نيوترال فري راديكال ار برودوس، يعني ما في شحنه، ما بتكون عندي شحنه سالبه ولا شحنه موجبه، بيكونوا عباره عن نيوترال. ومن تعريفنا للراديكال انه بيحتوي على انبيرد فالنس الكترون، اذا هذول فري راديكال سبيشيز. هلا اذا هاي الرابطه عملنا لها كليفج بشكل هيتيروليتيكلي، يعني هيتيروليتيكلي بشكل غير متجانس، يعني الكترونين وزعنا الالكترونات بشكل غير متماثل، الكترونات الرابطه هذول اثنين راحوا باتجاه ذره والذره الثانيه طلعت صفر بدون شيء. في هاي الحاله بتكون عندنا الايونات اللي هي او اتش ماينس هذا اوكسيد ايون، بتكون عندنا الهيدروجين ايون، يعني اخذنا الالكترونين تاعت الرابطة واعطيناهم للاكسجين وصار عندهم اشارة سالبة، والهيدروجين سقط بدون الكترونات واخذت اشارة موجبة. ففي هاي الحالة من الهيدروكسيد ايون بنكتب لي تشارج باخذ شحنة سالبة،
It has 9 proton and 10 electron. عندي أحسب الإلكترونات والبروتونات بالهيدروكسيد هون، رح يكونوا 9 بروتونات و10 إلكترونات. إحنا حكينا الدالة المتعادلة عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات. هلا هون عدد الإلكترونات زيادة على عدد البروتونات بواحد، مشان هيك أخذنا شحنة. It has the same electronic configuration as neon and therefore is chemically stable and unreactive. هلا الـ OH- لما أخذ إنه إلكتروناته صارت مكتملة، فصار تركيبها زي تركيب مين؟ زي تركيبة النيون، والنيون هو عبارة عن غاز خامل يعني مستقر ستيبل، فبالتالي إنه الـ OH- هو يعتبر سبيشيز مستقرة، يعني مش زي الفري راديكال إنه بدها تروح تتفاعل وتستقر، لا هي صارت هيك مستقرة لأنه عدد الإلكترونات فيها مكتمل. الهيدروكسيل راديكال اللي تكون معنا قبل شوي، الهيدروكسيل راديكال اللي هو كان مش 10 الكترونات، كان فيه 9 الكترونات، cannot be stored، صعب انه احنا نخزنه. solutions containing hydroxide ion can remain intact for long period of time، يعني المحاليل اللي بيكون فيها OH- بتكون مستقرة، يعني بقدر اخزنها واحفظها هيك، بينما اللي فيها راديكال صعب التخزين او انه انا احتفظ بالفري راديكال زي ما هو. هلا الهيدروجين اتوم and the hydroxyl radical are both one electron short of the noble gas structures، يعني الاثنين بنقصهم الكترون عن تركيبة الغازات النبيلة. هذا بالنسبة للفرق ما بين الفري راديكال وما بين ما بتكون عندي ايون. الفري راديكال بيكون في عنده الكترون مش مرتبط، وبالتالي بيكون طاقة عنده كثير عالية فبروح بتفاعل. هلا بدنا نروح لنوع من التفاعلات الكيميائية غير الفري راديكال رياكشن، أو هو مرتبط بالفري راديكال رياكشن، يعني هذول الاثنين بقدر أعتبرهم نوع واحد أو واحد منهم جزء من الثاني. فعندنا chain reactions. chain reactions تفاعلات السلسلة اللي هي consecutive، يعني تفاعل منتج مادة، المادة بتدخل في تفاعل ثاني، بترجع بتدخل في تفاعل ثالث، رابع، خامس إلى آخره. فصير عندنا سلسلة من التفاعلات ممكن توصل لعشرة لعشرين حسب طبيعة المواد اللي بتنتج، أو حسب ما أنا أعمل termination إنه أنا أوقف هذا التفاعل. هلا مثال على chain reactions اللي هم free radical reaction، يعني ممكن نعرف نعمل free radical هم عبارة عن مثال لتفاعلات chain reaction. هلا chain reaction تتضمن على free radicals are important intermediates. هلا الانترميديت شو حكينا؟ هي عبارة عن المادة الوسيطة اللي بتنتج وبتختفي خلال التفاعل الكيميائي، ما بنشوفها لا بالرياكتنت ولا بنشوفها بالبرودكت. فهلا الفري راديكال هم بيشكلوا عنا انترميديت بتفاعلات السلسلة، لأنه انترميديت into further reactions، لأنه الفري راديكال زي ما حكينا كثير نشيط، فمجرد ما ينتج على طول بيدخل في تفاعل ثاني، بيعطينا راديكال ثاني وبرجع بيدخل في تفاعل بعده. كمان شوي رح ناخذ امثله على هذا الحكي. مثال، خلينا نفترض المثال التالي، انه في عندنا تفاعل ما بين الهيدروجين والبرومين اللي هم ال H2 وال Br2. هلا التفاعل بصير بهذا الشكل، طلعوا قديش عندي خطوه، 1 2 3 4 5، هذول هم الرئيسيات، الخطوات الرئيسيه. في عنا خطوة 2 و3 مكتوب عندها chain propagation. شو يعني chain propagation؟ اللي هي استمرار السلسلة، يعني هاي ممكن تكون 20 30 40 خطوة، يعني بتكون كثيرة لغاية ما أنا أعمل termination إنه أنا أوقف التفاعل. فتفاعلات السلسلة بشكل عام بنقسمها لثلاث أقسام. القسم الأول بنسميه initiation اللي هي إنه أنا بدي أبلش التفاعل، تفاعل البداية. بعدين القسم الثاني اسمه chain propagation اللي هو السلسلة، استمرار السلسلة اللي هي مجموعة من التفاعلات. آخر إشي لما أنا خلاص بحصل المركب اللي أنا بدي إياه، نوصل لل termination أو chain ending اللي إحنا بنوقف اللي هي reaction. هلا هذا الحكي مر عليكم اللي أخذ مادة polymer. polymer هي بهذا الشكل، polymer تفاعلات من initiation chain propagation وفي عنا termination or chain ending. هلا احنا شو بيهمني انا بالكاينتيك هون؟ ما بيهمني التفاعل كيف صار، شو المواد اللي دخلت وشو المواد اللي خرجت، بيهمني انه انا اكتب الريت لو لهذا التفاعل، يعني شو هي سرعة التفاعل.
تذكروا يا جماعة. هلا هون خلينا نحكي إنه الريت لو بدنا نكتب إحنا الريت لو لهذا الكيميكال رياكشن. فالريت لو في هاي الحالة طلعوا شو بيساوي الريت بدلالة ال HBR. هاي ال HBR شايفينها واحدة هون واحدة هون، في عندي هون HBR. فالريت بدلالة ال HBR لهذا التفاعل كله كيف بدي أكتبه؟ نيجي بنطلع على التفاعلات كلها، وين في HBR بدخلها بالريت لو. فعنا التفاعل الأول ما في عندي HBR بتركه، باجي للتفاعل الثاني في عندنا HBR بالبرودكت، بالبرودكت عندها تكون إشارة الريت موجبة. فشو الريت كونستانت مضروب بالمواد المتفاعلة؟ فعنا الريت كونستانت K2 مضروب بالمواد المتفاعلة تركيز الـ BR وتركيز الـ H2. فهي K2 في تركيز الـ BR في تركيز الـ H2، هاي بالنسبة للخطوة الأولى. بطلع على باقي الخطوات، كمان هاي الخطوة رقم ثلاثة فيها HBR، فإذا كمان بدي أدخل هاي بالريت لو. شو عندنا هون؟ K3 كمان هو فورميشن إنه بتكون، فبده يكون زائد، فبنحط زائد K3 ريت كونستانت مضروب بحاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة تركيز الـ H في تركيز الـ BR2. هلا كمان بتطلع وين في عندنا HBR؟ هذا التفاعل كمان في عندي HBR، بس هون شو ماله؟ consumption. الـ HBR وين؟ بالرياكتنت. بما انه بالرياكتنت بدي احط ناقص، فناقص K4 اللي هو rate constant مضروب بتركيز الـ H مضروب بتركيز الـ HBR، فصار عندنا هون الأخير ما في عندي هو termination، ما في عندنا HBR، فبصفي الريت لو بدلالة ال HBR بهاي الصورة. هيو هلا هون هاي ال H هاي ال BR لازم يكون عليها دوت هيك نقطة. شو يعني انه هاي عبارة عن free radical؟ بس هون يعني الكتاب مش حاطين انه، بس هو انه BR يعني ما في حواليه ولا اشي معناها هذا free radical. هون H معناها free radical، هاي ال H free radical. فإذا هذا الريت لو بدلالة ال HBR. يمكن يطلب مني الريت لو بدلالة ال BR2، ممكن نطلب الريت لو بدلالة الهيدروجين H2. رح ناخذ أمثلة عليها كيف حتصير. هلا هون كتبنا احنا بدلالة ال HBR. هلا هون بدي اشوف انا حسب هو شو بيطلب مني السؤال. The question may be right to write expression for، يعني ممكن احكي لك السؤال write the expression of the rate law for the chemical reaction بدلالة ال HBR formation. حدد لي هون بس HBR formation، يعني ال HBR وين لازم تكون؟ لازم تكون بس بالبرودكت. فإحنا قبل شوي كتبنا لل HBR، كان عندي المعادلة الثانية والثالثة والرابعة، هذول formation هاي consumption، إذا بلغي هاي. فإذا نفس الريت لو اللي كتبته قبل شوي بس بقيم الطرف الأخير، ليش؟ لأنه الطرف الأخير بيعبر عن ال consumption. فباجي هون formation لل HBR K2 في تركيز ال BR radical في تركيز ال H2 زائد K3 في تركيز ال H في تركيز ال BR2 زي ما هو مكتوب هون. هذا direct لدلالة ال HBR formation. طيب إذا كتبوا for HBR consumption يعني بده بس استهلاك ال HBR، في هاي الحالة بقيم المعادلة الطرف المعادلة الكبيرة اللي كتبناها قبل شوي، بنقيم الأول والثاني لأنهم formation، وبنخلي بس الثالث لأنه هي عبارة عن consumption. فبتكون هو عبارة عن minus K4 في تركيز ال HBR تركيز ال H، يعني هون بتكون إشارة minus، أو إنه إحنا بنحطها هيك باي إنه بس مشان نعبر عن إنه هذا consumption. هلا طيب بدلالة ال H2 اكتبوا لي إياه بدلالة ال H2 بشكل عام، مش بحدد لي لا formation ولا consumption، يعني وين ما في عندي H2 بدي أروح أحسب أدخلها بالريت لو. فبنيجي هون للمعادلة، وين في عندي H2؟ المعادلة الأولى ما فيها H2، المعادلة الثانية فيها هيدروجين، والهيدروجين شو ماله؟ هون consumption. فبده يكون K2 في تركيز ال H2 في تركيز ال BR. وين كمان في عندنا هون هيدروجين؟ في عندي هون formation، فبده يكون زائد K4 في تركيز ال HBR في تركيز ال H. إذا في عندي معادلتين بدهم يدخلوا بدلالة الهيدروجين، واللي هي إذا الريت بدلالة الهيدروجين بشكل عام minus K2 في تركيز ال BR في تركيز ال H2 زائد K4 في تركيز ال H في تركيز ال HBR، لأنه أخذت هذول المعادلتين اثنتين مع بعض.
طيب إذا حكى لي بدي for H2 consumption يعني بس استهلاك ال H2، وين كانت استهلاك ال H2؟ بس هذا الترم هذا الطرف، فإذا بلغي الطرف الثاني اللي فيه for mention، فبصفي عندنا ال rate لل consumption K2 في تركيز ال VR في تركيز ال H2. طيب إذا طلبوا for بس تكون ال H2، بنقيم الطرف الأول اللي هو هون، بصفي عندنا إن ال rate لل H2 formation اللي هو الطرف الأخير اللي هو K4 في تركيز ال H في تركيز HBO. يعني هيك أنا حطيت بس مشان نوضح إنه حسب هو شو بطلب مني، والمادة وين بتكون، يعني لازم أدور عليها بأي معادلة وأخذها بعين الاعتبار. رح يمر معنا كمان أسئلة كثير عن هذا الحكي. هلا شو مطلوب مني أنا؟ بده rate low لهذا الرياكشن، write the steady state approximation for the intermediate. هلا هو طلب مني الريت لو، واحنا هون كتبنا الريت لو بدلالات اشياء مختلفه صح. هلا بالريت لو حكينا احنا ما لازم الفري راديكال، لانه مستحيل اعرف شو تركيزه وهو عباره عن انترميديت، ما لازم يدخل معي بالريت اكسبريشن. فاذا طلعنا هون على الريت، في عندي بي ار هاي راديكال، والاتش هون عباره عن راديكال، هاي الاتش راديكال، هون في عندنا بي ار راديكال اتش راديكال، هون بي ار، هون اتش راديكال، فكلهم فيهم فري راديكال. فأنا بدي أتخلص من هاي الفري راديكال الموجودة بالريت لو اكسبريشن، لأنه أنا بالآخر لازم يكون عندي تركيز وأعوض هذول التركيز بالقانون ونطلع الريت. فإذا أنا بدي أتخلص من الفري راديكال أو من الانترميديت، كيف بدنا نتخلص منها؟ بدنا نستخدم اللي هو الستيدي ستيت أبروكسيميشن. شو بحكي لنا الستيدي ستيت أبروكسيميشن؟ بحكي لنا إنه التغير في تركيز المادة الوسيطة اللي هي الانترميديت مع الزمن يساوي صفر، فأنا بدي استخدم هذا الابروكسيميشن مشان نوجد الريت لو. فإذا أول شغلة بدنا نروح نعملها، بنحدد الانترميديت وبنطبق عليها الستيدي ستيت ابروكسيميشن. هلا نيجي للانترميديت اللي الموجودة عندنا، قديش في عندي انترميديت؟ في عندنا بي ار انترميديت، هنا الـ H intermediate، أي راديكال هي عبارة عن intermediate. فهنا هون مش بطبق على intermediate واحدة، ممكن أطبق على ثنتين وعلى ثلاث وعلى أربعة حسب طول السلسلة الموجودة عندنا. فهلأ بدنا ناخذ إشي رئيسي مشان بالبداية أعرف كيف بدي أحسب الـ rate law. بدي أثبت إنه أنا بدي أحسب الـ rate law بدلالة واحدة من هالمواد، وبناء على القانون اللي أنا كتبته شو بلزمني بروح بطبق الـ steady state عليها. فإذا الـ rate law للـ HBR بشكل عام اللي هي المعادلة اللي كتبناها بالبداية كانت هيك، K2 في تركيز الـ VR في تركيز الـ H2 إلى آخره. هلا بتطلع عندي هون في عنا BR هي عبارة عن intermediate، وفي عنا الهيدروجين عبارة عن intermediate، وجاي عندي هون وهون. فإذا أنا بدي أطبق الـ steady state على الـ intermediate واللي هم الـ VR وعلى الهيدروجين. فبروح بنكتب تغير في تركيز الـ BR بالنسبة للزمن شو بيساوي؟ ويساوي 0. والتغير في تركيز الـ H بالنسبة للزمن شو بيساوي؟ ويساوي 0. فنروح هون بنطبق الـ steady state على الهيدروجين. قبل ما أبين المعادلة هون، بيجي وين في عندي هيدروجين هون؟ في عندنا هيدروجين بالمعادلة الثانية وهي formation. فإذا أول شغلة تغير في تركيز الهيدروجين على التغير في الزمن بيساوي K2 مضروب بتركيز الـ BR مضروب بتركيز الـ H2 ناقص، هلا هون الهيدروجين صارت بالرياكتن، فناقص K3 بتركيز الهيدروجين بتركيز الـ BR2، كمان ناقص لأنه هون الهيدروجين بالمعادلة الثالثة كمان بالكونسومشن K4 في تركيز الهيدروجين في تركيز الـ HBR، المعادلة الأخيرة ما فيها. إذا بده يطلع عندي هون 3 terms، تغير تركيز الهيدروجين على الزمن بيساوي هذا الترم الأول من المعادلة الثانية، الترم الثالث والرابع من المعادلة الثانية والثالثة والرابعة. هذا الحكي كله يساوي زيرو. إحنا شو الهدف اللي بدنا إياه؟ بدنا نطلع تركيز الهيدروجين يساوي، مشان أعوضه وين؟ أعوضه هون وأعوضه هون. فإذا تركيز الهيدروجين يساوي، كيف بدي أطلعه؟ بناخذ هذول كلهم اللي فيهم هيدروجين بنقولهم على الطرف الثاني، وبناخذ الهيدروجين عامل مشترك وبنقسم على معامله. هلا بنحكيها، هلا بنكملها بالخطوة التالية. هلا بدي أطبق الـ steady state على الـ intermediate الثاني. شو هي الـ intermediate الثاني؟ اللي هي الـ VR.
هلا في عندي بي ار هون، عندي بي ار هون، عندي بي ار بالمعادلة الثالثة، وعندنا بالمعادلة الرابعة، وعندنا بالمعادلة الخامسة. تتخيلوا البي ار قديش بدها تاخذ عندنا تيرمز، فنيجي نكتب طلعوا قديش واحد. طاير في تركيز البي ار على الزمن بساوي اول وحدة اللي هي كي 1 مضروبة بتركيز البي ار 2 ناقص لما البي ار بالرياكتنت كي 2 في تركيز البي ار في تركيز الهيدروجين زائد ليش لما البي ار صارت بالبرودكت زائد كي 3 في تركيز الهيدروجين في تركيز البي ار 2 زائد لانه كمان البي ار بالمواد الناتجة كي 4 في تركيز الهيدروجين في تركيز ال اتش بي ار. هلا هون البي ار بالرياكتنت فناقص كي انفرس في تركيز البي ار ايش تربيع، ليش تربيع؟ لانه مضروب عندي هون 2 بي ار. فاذا هذا الاكسبريشن كله هو بيعبر عن التغير في تركيز البي ار مع الزمن، كله يساوي زيرو لانه ستيدي ستيت. هلا هون باخذ التيرمز اللي فيها بي ار لحالها، في عندي هاي وعندنا هذا التيرم، هذول بنقولهم لجهة وهذا لكن بنخليهم بجهة واحدة مشان أطلع البي آر لحالها كتركيز لحاله. هلا هون هي الستيدي ستيت المعادلتين بالنسبة للهيدروجين وبالنسبة للبي آر. هلا بالنسبة ذا summation of the two equation will produce، هلا هو مشان يسهل علي إنه بدل ما أطلع تركيز الهيدروجين هون لحاله بنطلع تركيز البي آر لحاله بعدين أعوض واحدة بالثانية، شو بحكي لنا؟ إنه نختصر على حالنا نروح نجمع هذول المعادلتين، نجمع للستيدي ستيت التنتين هذول، هاي الشغلة رح نعتمدها لقدام، إذا كان عندي ثلاث ستيدي ستيت بجمع للثلاثة بشوف المعادلة بتطلع معي. فالخطوة اللي موجودة عندنا هون إنه أنا بدي أروح أجمع هذول المعادلتين ونعمل اختصار. فلما نجمعهم K2 هون تروح مع K2 الموجودة هون. بعدين K3 في عندي K3 هاي سالب وهاي موجب بيروحوا مع بعض. بعدين في عندنا K4 هون سالب K4 موجب شو مالهم؟ كمان بيروحوا مع بعض. هاي بنختصرهم. هلا هون شو بصفي عندي بالمعادلة؟ ما صفي شيء، صفي عندنا بس هذا التير يساوي ناقص هذا التير شو بيساوي؟ يساوي صفر. فإذا K1 في تركيز البي ار 2 ناقص K inverse في تركيز البي ار تربيع يساوي زيرو. أنا شو بدي؟ بدي أخلي البي ار هاي على الطرف، فبناخذ تركيز البي ار 2 بيساوي ناخذ هاي كلها على الطرف الثاني نقسم على كي انفرس وناخذ الجذر مشان اطلع تركيز البي ار لحاله. فلما بطلع تركيز البي ار لحاله شو بصير عندنا؟ تركيز البي ار بيساوي جذر كي 1 على كي انفرس في جذر البي ار 2، او بخليهم كلهم مع بعض وكلهم تحت الجذر، بس ايش عملنا هاي مشان انه نسهل على حالنا كمان شوي. اذا الخطوه الاولى بحدد مين الانتر، بنكتب الريت لو بدلاله وحده من المواد زي ما هو بيطلب مني، فبعض المرات بحكي لي اوجد الريت لو بدلاله الفورميشن وكذا، بشوف شو الانترميديت اللي لازم اطلعها، بعدين بنطبق الستيدي ستيت على الانترميديت. اذا عندي معادله واحده سهله بس على طول تركيزها يساوي كذا بنعوضها بالريت لو. اذا طلع عندي اثنين ستيدي ستيت بنجمعهم او ثلاثه بجمع المعادلات مشان اختصرهم. فهينا اختصرناهم هون طلعنا البي ار. هلا انا المعادله الاصليه فيها بي ار فيها هيدروجين، طيب فاذا في عندي هون بي ار وبدي اطلع الهيدروجين، هلا لازم اعوض هاي بوحده بهذول المعادلات مشان اطلع الهيدروجين لحالها او بدلاله البي ار. هلا find expression for تركيز ال H، راجع للستيدي ستيت الأولى وبطلع تركيز الهيدروجين لحاله، بننقل هذول التو تيرم على الجهة الثانية، باخذ الهيدروجين عامل مشترك وبنطلع الهيدروجين شو بيساوي. هاي الهيدروجين شو بيساوي؟ هاي الخطوات نقلنا هذول التنتين على الجهة الثانية هيهم صاروا موجب، بعدين بناخذ الهيدروجين هون عامل مشترك، بناخذ عامل مشترك بصفي عندي هذا التيرم كله، بنروح بنقسم اللي هون على معامل الهيدروجين، بيطلع معنا تركيز الهيدروجين بيساوي K2 في تركيز الـ Br في تركيز الـ H2 مقسوم على K3 في تركيز الـ Br2 زائد K4 في تركيز الـ HBr. هيك صار عندي الهيدروجين وصار عندنا الـ Br. بس نطلع على الهيدروجين expression.
في عندي بي ار انترميديت، بنروح شو بنعمل؟ بنجيب البي ار هاي بندخلها هون. انا نوصل اكسبريشن ان انا وجد اتش بدلاله مين؟ البي ار. فبصير عندنا هون الهيدروجين بيساوي كي 2 في كي 1 على كي انفرس القوى نص في تركيز الاتش 2 في تركيز البي ار 2 للقوى نص. هينا دخلناهم تدخيل بس، يعني زي ضربتهم ضرب، يعني دخلتهم بس بالبص على المقام زي ما هو. فهيك صار عندي تركيز البي ار معروف، صار عندي تركيز الهيدروجين معروف. بروح للريت لو الاصليه وبنعوض فيها التراكيز، وإذا في عندي اختصارات بختصرها. هلا هون مشان يسهل علي، يعني إحنا قبل شوي كتبنا بدلالة الـ HBR بشكل عام، مشان أختصر الحل شوي بدنا الـ rate law للـ HBR formation، يعني بس لتكون الـ HBR. طب ناخد بس two term، one في عندي formation هاي وهاي، طلع معنا هيك المعادلة. طب نروح بندخل الـ BR هون وبندخل ال H هون، طبعاً هاي دخلنا ال BR هون بدل ال ودخلنا اللي ال H كله هذا التير، شايفينه؟ هلا ممكن يطلع معي اختصارات إذا في عندي BR2 أشياء زي كده، ممكن يطلع معنا اختصارات. أو مشان إشي أبسط شو ممكن نعمل؟ إنه الريت لل HBR اللي بالإكسبريشن الكبير، يعني الفورميشن والكونسمشن، بنروح بنجيب معادلة الستيدي ستيت للهيدروجين، وشو بنعمل؟ نطرحهم من بعض. يعني هاي مش دائما احنا بنطبقها، بس هو انه مشان انه نختصر. فممكن نجيب معادلة الريت لو ونطرح منها معادلة الستيدي ستيت للهيدروجين، فبصير في عندي اختصارات. شو هم الاختصارات هون؟ اول ممكن نجمع، بصير عندنا هون كي 3، الاصل كي 3 مع كي 3 لازم يروحوا مع بعض. لا، وهنا انه بنقيم الصفر بنقولهم للجهة الثانية لازم. سبستراكشن هي عبارة عن عملية طرح، فهنا كي 3 كي 2 ناقص كي 2 فبيروحوا مع بعض، بنختصرهم. كي 3 ناقص ناقص كي 3 بصير زائد، فبصير عندي 2 كي 3. ناقص كي 4 ناقص ناقص كي 4، يعني ناقص كي 4 زائد كي 4 فبيروحوا مع بعض. اذا بصير في عندي بس هذا التيرم اللي هو 2 كي 3 في تركيز ال H في تركيز ال BR2، وين راحوا الباقيين؟ اختصرناهم مع بعض. فإذا ال rate هون صار عندي بس بدي أدخل ال intermediate تاعت مين؟ تاعت الهيدروجين. فبصير إن تركيز الهيدروجين هيو طلعناه قبل شوي، بس بندخله بالمعادلة بيطلع معي ال rate بهاي الصورة. ففي عنا يعني عدة طرق إنه أنا أطلع ال rate expression حسب بلتزم شو بطلب مني من السؤال. هلا احنا هون حطينا يعني كذا وحدة، مش وحدة بس، كمان شوي بالاسئلة اللي حتمر معنا انه الريت لو بدلالة كذا، فانا بلتزم بالاشي اللي بيعطينا اياه السؤال. هلا انا في اختصارات في اشي بصير معي الريت لو بهذا الطريق. حكينا احنا ببداية الشابتر عرضنا هيك قانون للريت لو، حكينا احنا رح نصير نشتقه، هلا اشتقينا. على فكرة كثير حلو لما تصير انت تتقن الشغلة وتحل، يعني يطلع معك اشي ناتج ممتع الشغل في الستيدي ستيت، يعني مش اشي صعب. هلا كمان نوع ثاني من التفاعلات، بس الشغل واحد، كله شغل نفس الطريقة، بس انه نوع التفاعل صار مختلف. ففي عنا كمان من انواع الكونسكتيف رياكشن اللي هو الاورجانيك ديكومبوزيشن، يعني مادة عضوية بصير لها ديكومبوزيشن، تتفكك لمواد بسلسلة. Acidical organic free radical chain reaction is decomposition of ethane. خلينا ناخذ مثال عليها. الإيثان، في عندي إيثان هون، هيو C2H6، هذا بروح بتفكك ل C2H4 زائد H2، بس عملية التفكك هاي بتمر داخل سلسلة من التفاعلات. شو هي الميكانيزم تاعت التفاعل هاي؟ في عندنا الخطوة الأولى الانيشيشن، والخطوة اللي بعدها البروباجيشن، وبعدها التيرمينيشن اللي هي عملية الإيقاف. هلا في عنا واحدة تنتين ثلاث أربعة خمس رياكشن، هذول كلهم بشكلوا عنا اللي هو كونسكتيف رياكشن اللي رح نبني عليه الريت لو اللي حيطلبوا مني هو بالسؤال، بدي ألتزم شو السؤال طالب مني. هلا شو السؤال بحكي لنا؟
work out the expression for the overall rate of the ethane decomposition according to this mechanism. يعني بدي اعتمد على هذا الميكانيزم ونطلع الريت لو لمين؟ للايثين ديكومبوزيشن. هيك حكي لي ايثين ديكومبوزيشن، يعني بتطلع وين الايثين؟ هي وحده، هي في هون ايثين وديكومبو، هون في ثلاثه ايثين، وحده اثنتين ثلاثه، وكلها عباره عن ديكومبوزيشن تفكك. اذا انا بدي اكتب الريت لو بدلاله الايثين ديكومبوزيشن. هاي النقطه الاولى. On the assumption that the steady state hypothesis applies to the free radical، بدي أطبق نظرية الـ steady state على الـ free radical. نحدد لي شو هما الـ free radical، على الـ CH3، على الـ C2H5، وعلى الهيدروجين. هاي CH3 هون، CH3 هون، C2H5 هي هون، في عندي وحدة، في عندي وحدة هون، في وحدة هون، على الهيدروجين. هذا بدي أطبق عليهم الـ steady state approximation. فأول شغلة بنروح نكتب الـ steady state للهدول الثلاثة، واحدة اثنتين ثلاثة. نيجي نكتب للأولى CH3. هلا التغير في تركيز CH3 على الزمن بده يساوي K1 في تركيز C2H6 ناقص، نيجي للمعادلة الثانية، ناقص أنو CH3 هي K2 في تركيز CH3 في تركيز C2H6. المعادلة اللي بعدها ما فيها، المعادلة اللي بعدها ما فيها، المعادلة الأخيرة ما فيها. إذا الـ steady state للـ CH3 بس على أول معادلة ثاني معادلة. فإذا الـ CH3 K1 في تركيز الإيثان ناقص K2 في تركيز هاي المواد، هاي تساوي زيرو. نطبق الـ steady state على الـ intermediate الثاني C2H5. وين عندي C2H5؟ هياتها formation K2 في تركيز الـ CH3 في تركيز الـ C2H6. هلا هون اجت عندي reactant ناقص K3C2H5، هون اجت product زائد K4 في تركيز الـ H في تركيز الـ C2H6. هون موجودة وين؟ بالreactant، فناقص K5 في تركيز الـ C2H5 تربيع، هون بنحطها وهذا كله يساوي زيرو. نيجي لثالثة هيدروجين. الأولى ما فيها هيدروجين، الثانية ما فيها هيدروجين، الثالثة فيها هيدروجين. فهون بده يساوي K3 في تركيز الـ C2H5 ناقص K4 في تركيز الـ H في تركيز الـ C2H6. بس هيك كذا التو تيرمز، هذا يساوي عندي زيرو. هلا قبل شوي وإحنا بنحل شو حكيت؟ عشان أسهل على حالي الحل، بجيب معادلات الـ steady state بجمعهم كلهم مع بعض وبنختصر. فهذا لو كنا بنصفهم تفوقي بعض هيك تحت بعض، بنروح نجمعهم وبنختصر اختصاراتنا. Addition of all three equations، نجمعهم. دكتور قبل ما أحط كلهم مع بعض ولا كلهم مع بعض؟ إيه. بجمع كل ثنتين مع بعض. لا لا كلهم الثلاثة. إذا كان عندي two steady state بجمع الثنتين، بس أنا عندي ثلاثة بجمعهم ثلاث. إذا كانوا أربعة بجمع الأربعة كلهم مرة واحدة. فعيهم هاي الأولى، هاي الثانية، وهاي الثالثة، بنحطهم كلهم تحت بعض وببلش إني أجمع. هلا لما نيجي نجمع بنطلع K1، في عندي K1 هون، بالثانية ما في، بالثالثة ما في، إذا K1 بدها تنزل معي موجودة. نيجي على K2، هون عندي سالب K2، هون عندنا موجب K2، فهذول بنختصرهم مع بعض، بنشطبهم. هاي خلصنا من المعادلة الأولى، حينزل منها بس هذا الترم. نيجي للمعادلة الثانية، في عندي K3 سالب وعندي K3 هون موجب، هذولا بيروحوا مع بعض. نيجي عندي K4 موجب، K4 سالب، كمان هذولا بنشطوا مع بعض. عندي هذا التير، هذا التير، هذا بالموجب وهذا بالسالب، فالحاصل بيطلع معي هذا K1 في تركيز C2H6 ناقص K5 في تركيز C2H5 تربيع. هلا مين الفري راديكال منهم؟ مين الانترميديت؟ C2H5. شو بعمل؟ هاي بخليها على طرف، بنقولها على الجهة الثانية، بنقسم على K5 وباخذ الجذر مشان اطلع C2H5 لحالها. فال C2H5 لحالها تطلع معنا K1 على K5 للقوة نص في C2H6 للقوة نص. هاي طلعت الانترميديت، هاي شو مالها؟ لحالها. هلا الشغل الباقي
ما بروح بغلب حالي بعوض هاي في الستيد ستيت تاعت الهيدروجين في الستيد ستيت تاعت السي اتش 3 حسب القانون الرئيسي، اذا بده اياهم الثلاثه مع بعض بعوضها بنطلع كل وحده دلالتي ثانيه، اذا هاي بتكفيني خلص بكتفي فيها، اذا بدي وحده ثانيه بنطلع. خلينا نشوف شو طالب منه. كالكوليت ذا ريت فورميشن اوف ايثيلين، يعني المعادله الثالثه بده الريت فورميشن للايثيلين. وين الايثيلين؟ عندنا C2H4 اللي بالمعادلة الثالثة، ما في عندي إيثيلين إلا بهاي المعادلة، فإذا أنا بكتب الريت لو بدلالة C2H4 شو بيساوي؟ K3 في تركيز C2H5، فإذا الريت بدلالة الإيثيلين فورميشن ها، يعني شوف حسب المطلوب ما بروح أتعب حالي، أهم شيء هاي الخطوة إنه الستيدي ستيت بجمعهم وبطلع واحدة. هلا شو المطلوب؟ حسب حاجتي بطبق. هلا طلعوا هون الفورميشن للإيثيلين بده مني بس هاي C2H5، فإذا هيني طلعت C2H5 بس بروح بعوضها مكانها هون. يعني هلا أبسط شيء ممكن يجي بالامتحان زي هيك، إنه هاي C2H5 بروح بعوض شو هي بتساوي، بيطلع معي الريت لو K3 في K1 على K5 للقوة نص في C2H5 للقوة نص. في حال طلب مني شيء ثاني، شو بحكي لنا هون؟ The steady state solution for this mechanism has led to a rate equation in which the rate is proportional to the square root of the ethane concentration. يعني انه هون الـ rate low بيعتمد على شو؟ بيعتمد على تركيز الـ C2H6 وجذر، يعني جذر التركيز مش على التركيز القيمي لحالها. هلا however most experiments have shown the rate reaction to be the first order، يعني هاي التفاعل experimentally لما درسوه بشكل experimentally طلع معنا first order reaction، بينما هون مش first order هو عبارة عن نص order طلع معنا. هلا شو الميكانيزم أو التفسير؟ This example shows how complicated and confusing the search for a reaction mechanism and sometimes it should again to emphasize that we can never be sure of a mechanism. يعني هذا المثال بحكي لنا شوفوا احنا اشتغلنا وطلعنا قديش الريت لو انه هو للدرجه نص، بس لما اشتغلوه عمليا هذا الكيميكال رياكشن طلع معهم فيرست اوردر، فهاي ببين انه بعد مرات عدم تطابق الاكسبيرمنتال مع الثيوريتيكال انه قديش عمليه تحديد الميكانيزم للرياكشن عمليه صعبه مش اشي سهل. نيجي ناخذ مثال ثاني اللي هو اخر مثال بمحاضرتنا مشان كمان انه نستوعب اكثر. هلا المثال الثاني بيعطينا ايثانال اللي هو الديهايد ديكومبوز ثيرمالي بتفكك حراريا. The main product are methane and carbon monoxide، بيعطينا CH4 و CO2. هلا التفاعل بصير عندنا بهاي الميكانيزم، هاي خطوة خطوتين ثلاث أربع خطوات. هلا شو مطلوب مني؟ مطلوب منا بدنا نطلع الريت لو بدلالة الديكومبوزيشن للإيثانال. هلا بالبداية بروح بطلع على المعادلة بشوف شو عندنا انترميديت. انترميديت دائما هما الفري راديكال اللي بكون عليها هيك دوت. فعندي هاي فري راديكال CH3، عندنا CHO فري راديكال، في هاي كمان فري راديكال. هو ببين معنا يعني لما بنكتب المعادلة بالامتحان بحط لكم هيك نقطة صغيرة بس لأنه الكتاب مش ملتزم بهذا الإشي. هلا هون the steady state equation for CH3 is، بطلب مني أول إشي نكتب the steady state لل CH3. نجي لل CH3 وين موجودة؟ بالمعادلة الأولى، المعادلة الثانية، المعادلة الثالثة، بالمعادلة الرابعة. هاي عبارة عن 2 CH3. إذا إحنا شو بنحكي هون؟ الـ rate أو الـ steady state لل CH3 K1 في تركيز الألديهايد ناقص K2 في تركيز الـ CH3 في تركيز الـ CH3CHO زائد K3 في تركيز الـ CH3CO ناقص K4 في تركيز الـ CH3 تربيع. ليش حطيت هون تربيع؟ لأنهم 2 مول، يعني لو حطيت 2CH3 يكون نفس الشيء. هذا كله تيرم يساوي زيرو اللي هو حكينا كتبنا. هلا steady state للفري راديكال الثاني، شو هو الفري راديكال الثاني؟ CH3CO، هاي CH3CO هذا الفري راديكال الثاني.
وين موجود؟ موجود بهاي المعادلة، بهاي المعادلة بس. فإذا K2 في تركيز CH3 في تركيز CH3CHO ناقص K3 في تركيز CH3CO، هاي كلها تساوي زيرو. فهاي الستيدي ستيت لـ CH3CO. هلا بما إنه عندي تو ستيدي ستيت، شو بعمل؟ بنروح بنجمع المعادلتين للتو ستيدي ستيت، يعني هاي المعادلة زائد هاي المعادلة، تمام؟ الآن يا عبد الله عندي معادلتين، قبل كان عندي ثلاثة، شو عندي عدد معادلات ستيدي ستيت بجمع. فبنروح بنجيب المعادلة الأولى والمعادلة الثانية وبنبلش إنه نجمع. K1 ما عندي K1 بالمعادلة تحت، تنزل زي ما هي. K2 مع K2 رح ينشطوا مع بعض، لأن واحدة سالبة واحدة موجبة. K3 مع K3 كمان رح نشطبهم مع بعض، لأن واحدة سالبة واحدة موجبة. شو صفي عنا؟ الـ K1 والـ K4 نكتبهم، هذول اثنين نساوي زيرو. أنا شو بدي؟ مين الـ steady state في هذول الاثنتين؟ اللي هي الـ CH3. بنطلع الـ CH3 بننقلها على الطرف الثاني، بنقسم على المعامل تاعها وبناخذ الجذر إلها. لاحظوا كله بيطلع معنا القيمة جذر كذا، يعني كمان شوي بس لازم تمسك ورقة وقلم وتحل. إذا ما مسكت ورقة وقلم ما بينفع، بس إنه هاي لازم تعيد الأمثلة اللي أنا حليتهم هذول بإيدك لحالك، فطلعوا كلهم بتعطونا نفس النتيجة بالآخر. فهاي الـ CH3 بناء على الإشي اللي أنا مطلوب مني هلا بروح بشتغل. شو مطلوب مني؟ الراس بدلالة إيش؟ إذا أنا بس بحاجة إلها خلاص بكتفي فيها. بدي التركيز الـ CH3CO لحالها، بعمل هاي إنها تساوي بالصفر، بطلعها لحالها بدلالة الـ CH3، بعوض الـ CH3 مكانها هون، يعني حسب شو ما بطلب مني السؤال. هلا هو شو بحكي لي هون؟ The rate of change of concentration of methane, which is approximately the rate of change of concentration of acetaldehyde is. يعني الـ rate اللي إحنا بدنا إياه اللي هو K2 في تركيز الـ CH3 في تركيز الـ CH3CHO. لو عندي من هون واحدة هاي K2 هاي، فإحنا بدنا إياها بدلالة اللي هي الفورميشن للـ CH4 الميثين. فبحكي لي طلع لي الـ rate formation للميثين للـ CH4، بس هاي المعادلة فيها CH4. شو هو الـ rate expression؟ K2 في تركيز الـ CH3 في تركيز CH3CHO. هاي انترميديت بعوض مكانها الاشي اللي طلعناه. فهاي الاكسبريشن بدلالة الميثين فورميشن بيعطينا، بس نعوض قيمة الـ CH3 بتعطينا هاي المعادلة K2 في قوة نص. هلا هون لاحظوا CH3CHO للقوة واحد، وأصلا هي الـ CH3 فيها للقوة نص، فالقوة نص والقوة واحد نجمعهم صار عندنا 3 للقوة 2، 3 على 2. ليش؟ لأنه طلع معي نفس الرياكتنت موجودة هون وموجودة هون، فبقدر أنا أجمع الأسس. This agrees with the experimental fact that the order of the acetaldehyde decomposition is 3/2. هذا الحكي ينطبق على النتائج العملية لما عملوا decomposition الأسيتالديهايد، طلع بالفعل هو من الدرجة 3/2. فإذا الأوردر للكيميكال رياكشن مش بالضرورة تكون عدد صحيح، ممكن تكون كسور زي ما طلع معي هون 3/2، والسؤال اللي قبله طلع معي 1/2. تمام يا جماعة؟ إذا ما مسكت ورقة وقلم وعدت الأسئلة اللي أنا حليتهم ما رح تجاوب بالفاينل، فلازم تمسك ورقة وقلم وكل الأمثلة هاي اللي أنا حليتها ترجع تحلها مرة ثانية. كثير حلو، يعني أنت رح تنبسط على حالك إذا أنا بحل بطلع معي إجابة بالآخر صح، راح كثير شيء حلو. ايوه عبد الله. دكتوره طيب مش باخذ وقت كثير؟ لازم تكوني حاسبه لنا حساب هذا الشهر. اكيد راح احسب حساب هذا الشيء، انا هذا الامتحان يعني هذا السؤال ما بجيبه انه دفعه واحده، ممكن انه على دفعات، فهمت؟ يعني طلع لي الريت اكس، طلع لي تركيز السي اتش 3 مثلا، هذا الراديكال شو بيساوي؟ عليه جزء من العلامه، يعني بس تحل انت كامل السؤال بتاخذ علامته كامل، ولا الوقت محسوب. بس هلا كمان انت شو مطلوب منك؟ يعني انا لانه بشرح اخذ مني وقت كثير، انت جرب امسك السؤال الاول وحله، ارجع حله مره ثانيه، مره ثالثه، رح تلاحظ انه صارت العمليه معك سريعه. يعني اذا لاحظتوا كله بالاخر بيطلع معي ريت كونستنت على ريت كونستنت، القوه نص في تركيز القوه نص. فانت كمان شوي مع الممارسه بصير لحالك انك تعمل انديكيشن شو ممكن يطلع معي
الريت لو. فالشغلة بدها ممارسة، حكيت لكم بس بدها ممارسة. هلا أول امتحان بحط بعين الاعتبار الوقت، وراح أعطيكم كويز ولا شغلة أو هوم وورك مشان تحلوا عليها خلال يعني قبل ما نخلص الشابتر مشان تتمرنوا. تمام دكتورة، بدك تجيب أسئلة كثير من أول شابتر، شابتر 7 وشابتر 8. هلا شوف أعطيتنا اليوم دكتورة بالله. هلا حق الماد يعني رح يجي أسئلة على الإشي اللي ما غطيناه بالامتحان. في شغلات كثير ما حطيناها يعني حق إلا ما يجي من أسئلة. فإحنا بالامتحان مطلوب لنا مواصفات معينة للامتحان، لازم يكون في نسب يعني كل شابتر نسبة لوزن معين بالأسئلة، فلا لازم بده يجي منهم أسئلة. بصراحة لازم ترجع تدرس المادة لأنه كثير مهم لامتحان الكفاءة، يعني المادة لازم ترجع تدرس. أنا شو امتحان الكفاءة في أسئلة عم تتأتش على الهيت والأشياء هاي؟ الامتحان الكفاءة شفت في أسئلة على الهيت الدلتا أتش وأسئلة كمان. هاي عن فيزيكال 1 كثير فيه. صراحة أنا خليت كيمياء واحد هاي كمان موجودة. في كيمياء واحد وفي كمان بالكيمياء عام اثنين موجود. أنا خليت الطلاب اللي قدموا كفاءة أونلاين هاي السنة يصورون الأسئلة على أساس ناخذ فكرة. يعني إن شاء الله لما يجي دوركم بالكفاءة بنحل معكم كل الأسئلة اللي إجت. واللي راح يقدموا كمان على الفصل الثاني بتوقع كمان حيكون أونلاين، كمان راح نخليهم يصوروا الأسئلة عشان يكون عندنا مخزون بالأسئلة اللي ممكن تيجي. فإن شاء الله إنه يعني نصير مناح بالكفاءة. تمام؟ طيب دكتورة. شابتر 10 شايفينه كله؟ يعني هيجي سؤال هيك بيغطي كل الشابتر، وإذا في أشياء مفاهيم يعني على مفهوم true and false ولا أي من العبارات التالية صحيح. يعني لازم نفهم الـ steady state approximation لأنه كله قائم على الـ steady state approximation. تمام؟ وحلو والله المادة حلوة، هاي حلوة يعني راح تستمتعوا أنت بتحلو بيطلع معك نتيجة. فجربوا لما تخلصوا امتحانات، بتوقع اليوم اخذ يوم امتحانات، فجربوا امسكوا اليوم ورقه وقلم وعيدوا الشيء اللي حليناه اليوم. نخلص شابتر 9 يا دكتور. شو خلينا نخلص شابتر 9 اللي قبله بعدين نبلش فيه. تمام زي ما بدكم انتم حرين، بس كانوا هاي يعني انه حضرتوا المحاضره واستوعبتوا شيء معين يعني ما بعرف. حاولوا دكتوره الكفاءه بتاثر شيء دكتور على المعدل اذا لا هي ما لها علاقه بالمعدل، بس هي بيطلبوها بالديوان الخدمه المدنيه.